تفضل. لطيفة، زين ذاكرني، ما نسيتني. كان حاس قلبي اني بشوفك. سريحي. حتى انا كنت حاسه ان راح نلتقي، بس ما توقعت ان نلتقي بهالظروف. الحمد لله، الحمد لله اني شفتك قبل لا اموت. بعد عمر طويل إن شاء الله. بس ما سألتني شنو الظروف اللي أنا ما توقعت إن نلتقي فيها. قبل لا أسألك أبي أعرف وين كنت طول هالسنين. تطمن، أنا بخير. طول هالسنين كنت عايشة بالديرة، ما طلعت منها. إنزين، ممكن أعرف شنو هالظروف؟ شنو عندك الليلة بعد العشاء؟ الصراحة الليلة خطبة ولدي عبد الله. عندك خبر ان البنية اللي تبي تخطبها حق ولدك عبد الله هي بنتي ليالي؟ ليالي بنتك؟ هذا اللي كنت خايف منه. ليكون لا تكمل، مو اللي في بالك. عقب ما تطلقت منك تزوجت وجبت بنتي ليالي. زين، الحين دريت ان ولدي عبد الله، ما عندك مانع تزوجين بنتك ليالي؟ اسمعني يا عبد الرزاق، انا ماني معقده ولا عندي روح الانتقام. عبد الله وليالي ما لهم ذنب. يمكن الحياه رسمت لهم ان يعيشون قصه الحب اللي أنا وأنت ما قدرنا نعيشها. ممكن أطلب منك طلب؟ أمريني. ودي الشيء اللي بيني وبينك ما يدرون فيه لا عبد الله ولا بنتي ليالي، عشان لا صورتي أنا تنهز قدام بنتي ولا أبي صورتك أنت تنهز قدام ولدك عبد الله. بس يا لطيفة، إذا سكتنا عيوننا بتفضحنا. عبد الرزاق، إحنا ما إحنا يا هل، إحنا كبرنا على هالمشاعر ونقدر نخشها. أشوفك الليلة إن شاء الله. مع السلامة.